وبالعلم يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا. انت كتابك مفتوح من اول ما تبدا حياتك وولادتك، انفتح كتابك ويظل هالكتاب. لما تكون تصير صبي وتصير شاب وتتاجر او تتعلم وتتعارك والحياه وكذا، يظل هالكتاب مفتوح. بس اذا جاء الموت ختم الكتاب، بنقول بالشمع الاحمر ما بيفتحوه الا يوم القيامه. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مش احنا كتبنا، انتوا كتبتوا. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. انت بتعمل واعمالك تتحول الى معلومات في هذا الكتاب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبالموت تختم الدنيا. وبالدنيا، لا تستهين بالدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة. إذ قال له قومه لقارون لا تفرح لا تبطر إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أكل أشرب وتلذذ واشتغل، لكن خلي يكون في كل عملك وإنت كل شيء هذا حسابه بالدار الآخرة. شو هو أكلتي؟ أنا الجاء أكل هالأكلة. إذا كانت حرام حساباتها صعبة، إذا حلال حساباتها سهلة. عندما أريد ألبي شهواتي أنا، ومن حق الإنسان أن يلبي شهواته لأن الله خلقها معه، أيضا إذا كان شهواتي في طريق الحرام فصعبة، حلال سهلة. تجارتي تجارة حلال وتجارة حرام. المال الذي أجنيه مال أخذته بالباطل أو أخذته بالحق؟ عندما أدخل ساحة الصراع، لما أضرب هذا وبحكي على هذا، هذا شيء يرضي الله أو ما يرضي الله؟ هذا معنى وابتغي فيما آتاك الله من كلام، من علم، من مال، من جاه، من كل الأشياء. شوف الدار الآخرة، ليكن هدفك الدار الآخرة. يعني من الصبح لليل أنت وعم تأكل وتشرب وتستمتع وتلبس وتروح وتجي وتحكي كله. شوف هذا حسابات، يعني الدار الآخرة ما هي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، عيش مثل ما بدك بس بالحلال. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، مثل ما الله أعطاك أعطيه، ولا تبغي الفساد في الأرض. هذا الذي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. إحنا ماشيين نشتغل لأمر فملاقيه، تلاقيه يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. خليها فكرنا، لا ننساها. ترى الشيطان ينسينا إياها، طبيعة الحياة تنسينا إياها. لذلك الله يريد من عندنا دائما نتذكر، نخرج أنفسنا من الغفلة. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا الإنسان الذي يجي للمساجد يسمع الموعظة، يذكر الله، يصلي، قد أفلح من تزكى ليطهر نفسه وذكر اسم ربه فصلى. لكن الله بيقول مشكلتكم بل تؤثرون الحياة الدنيا. انتوا الآن المهم بدي يكون أنا غني وبدي عندي جاه والناس تمشي. والآخرة خير وأبقى. الدنيا رايحة، شوف اللي قبلك واعرف مصيرك مثل المصير اللي كان مع أبدك.
أين آباؤكم؟ أين أجدادكم؟ أين أصدقاؤكم؟ أين أقرباؤكم؟ وين صاروا؟ وين؟ تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. مثل ما عم تأكل، ما تأكل غنم، لحم غنم ولحم بقر، الآن أنت جاياكم هاي الحشرات الموجودة بالأرض أنت طعامها هذه.